السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في حلقة استعداد الفرد الثالث. إذا غنستعدوا الفرد الثالث، والفرد الثالث غيكون هنا واحد جوج ديال السيمانات تقريبا، في الأول ديال شهر واحد، إذا مبقاش ليه بزاف. والفرد الثالث يلا بيناتهم واحد دو سومان. دونك بالنسبة للإس في تي خصنا نوجدوا لهذا الفرد هذا. إذا شنو غنقترح في استعداد الفرد الثالث؟ الفرد الثالث شنو غيكون فيه؟ غيكون فيه التوالد الجنسي زائد القوانين الإحصائية، يعني غيكون فيه الانقسام الاختزالي والإقصاء، تخليط الدم الزيوي وتخليط البي الزيوي، والقوانين الإحصائية غتكون فيه الهجون الأحادي. مزيان. إذا شنو غنقترح؟ كنقترح وطني 2016 الدورة العادية، وطني 2015 الدورة الاستدراكية، وفرض محروس. إذا هاد الوطنيات هادو بجوج شنو فيهم؟ فيهم غير التوالد الجنسي، فيهم غير الانقسام الاختزالي. إذا هادو دريجة صورتهم لكم في لاباج فيسبوك أجين قاوة إزبيتي، يعني رجع لاباج وخدم التمارين والتصحيح ديالهم درتهم بوحدو، التصحيح ديالهم غتلقاهم لتحت في اليا ديسكريبس، يعني فيديو بوحدو. مزيان. وكاين فرد محروس، يعني نموذج لفرد، حيت الفرد شنو غيكون فيه؟ الفرد اللي كدوزو يا اما غيكون فيه وطنيات، والاغلب اللي كيحطوا فيه وطنيات، يا اما وصلت لواحد شي حاجه مغايره للوطن، يعني كنقترح عليكم فرض شي حاجه اللي مبدله على الوطني زائد وطنيات. مزيان. اذا في هذه الحلقه شنو غنشوفو؟ غنشوفو تخليط الدم الزيوي، التعريف ديالو، تخليط البي الزيوي، والتعريف الانقسام الاختزالي، وعندي واحد الكيسالاب في الخريطه الصبغيه، وغنختار وحده من هاد الاربعه. اذا بالنسبه التمارين ها هما، غنصورهم لكم في الديسكريبسيون. هذا هو الوطني ديال 2016، ها هو 2016، هذا 2015، وهذا الفرد المحروس، ها هو الفرد المحروس. ديجا درت ليه الكويجي، يعني ديجا نطلبوا الكويجي ديالو في الشان يوتيوب. مزيان. بالنسبه لتخليط الدم الزيوي، شنو هو تخليط الدم الزيوي كتعريف؟ اذا تخليط الدم الزيوي ظاهره بيولوجيه، ظاهرة بيولوجية. وقتاش كتوقع؟ تحدث خلال التمهيدية واحد من الانقسام الاختزال، حيث تسمح بتبادل قطع ADN بين الصبغيات الرباعي، مما يعطي أمشاج متنوعة وراثية. إذا التخليط الدم الزيوي، ظاهرة بيولوجية تحدث خلال تمهيدية واحد من الانقسام الاختزال، حيث تسمح بتبادل قطع ADN بين الصبغيات الرباعي، مما يعطي أمشاج متنوعة وراثية. إذا هذه الظاهرة ديال تخليط الدم الزيوي والبي الزيوي درتهم فيديو خاص، يعني ضروري قبل ما تشوف هذا الفيديو رجع ولخص الدرس، شوف ربعة ديال الحلقات اللي كاينين بالنسبه لانقسام الاختزال، اذا نشوفهم وحاول تلخص الدرس، غاتفرج في هذه الحلقه. اذا اللي غيتفرج في هذه الحلقه فانا غنعتبرو بانه شاف فيديوهات بربعه. مزيان. تخليط البي الزيوي، شنو هو تخليط البي الزيوي؟ حتى هو ظاهره بيولوجيه، اذا ظاهره بيولوجيه تحدث خلال الانفصاليه واحد. إذا هذه كتوقع في الانفصالية واحد، وفاش كتمثل؟ وتتمثل في افتراض الصبغيات المتماثلة بشكل عشوائي، يعني الصبغيات المتماثلة كتفرق بواحد الشكل عشوائي. مزيان. بشكل عشوائي. وكما قلت راه ميمكنش نشوف الاستعداد للفرد وانا كاع ما شفت الكور. اذا رجع وشوف فيديوهات بربعه، راه غتلقاهم في الشان
بدا يطيب مزيان، اذا رجع وشوفهم وقيد داكشي يعني خذ ديلو من هنا من تفرج بالاستعداد فرتات حتى يجيك ساهل. اذا الزاويات المتماثله بالشكل العشوائي مما يعطي امشاج متنوعه وراثيه. اذا لا تخلط الدم السبوي، لا تخلط البي سبوي كيعطيو امشاج متنوعه وراثيه. دابا غندير ندوز للخريطه السبويه. اذا شنو هي الخريطه السبويه؟ الخريطه السبويه هي تمثيل للسبويات فرد ما. اذا عندي واحد الشخص كنمثل السبويات ديالو، من كنمثلهم كتسمى بالخريطه السبويه، وكنرقم السبويات من اكبر سبوي لاصغر سبوي، وقتاش السبويات يكونوا باينين في المرحله الاستوائيه من القصر غير مباشر. اذا كنضيف واحد الماده سميتها الكولتيسين كتوقف ليا القصر غير مباشر، اذا نقدر نشوف السبويات ديال الفرد. صافي. اذا الخريطه السبويه الف تمثيل للسبويات ما، هنا تمثيل للسبويات خاليه، السبويات خالية ما، تمثيل السبويات خالية ما مكبوحة في الطور الاستواء. إذا هذه راه باينة بأنها صحيحة. إذا هي تمثيل للسبويات خالية ما، إذا الخريطة السبوية تمثيل للسبويات، وقتاش كنشوف السبويات في المرحلة الاستوائية. إذا هذه هي اللي صحيحة. تمكن من التعرف جنس وعمر الحامل. إذا لا كانت شي امرأة حاملة بفضل الخريطة السبوية غنتعرف على الجنس وعلى العمر. إذا غنتعرف على الجنس، إذا بانو لي السبويات إكس إيكغاي فهو ذكر إكس إكس أنثى، ولكن ما غنتعرفش على العمر، ما غيعطينيش العمر ديال الحامل، إذا هذه خاطئة. جيل تمكن من تحديد الحالات الممرضة عند الفرد. إذا الجيم تمكن من تحديد الحالات الممرضة عند الفرد، لا، إذا ما كتوريش واش الشخص مصاب ولا لا. تنجز انطلاقة من خلايا في مرحلة السكون، لا، كتصاب انطلاقة من المرحلة الاستوائية. إذا هذا واحد الكيسان اللي كنتحط ديجا لسيونس ما خليت منه هاد البارتي هادي. بالنسبة للانقسام الاغتزالي كتعريف، تعريف الانقسام الاغتزالي، فالانقسام الاغتزالي هو ظاهرة تحدث ولا تمكن من الحصول على الأمشاج انطلاقا من خلياهم، حيث يتم خلال هذه الظاهرة حدوث انقسامين منصف وتعادلي، وذلك حيث يتم المرور من الصيغة دوزان نحو الصيغة ان. اذا بالنسبه لهذا الفيديو، بالنسبه لهذا الفيديو شو شفنا التمارين اللي غادي نخدموا بالنسبه لاستعداد الفرد الثالث. فالفرد الثالث شنو غيكون فيه؟ دابا كنهضر على اس في تي، اس في تي هو اللي غيدوزو الفرد الثالث في الاول ديال شهر واحد. بالنسبه للبي سي الفرد الثالث غيكون حتى الدوره الثانيه. دابا بالنسبه للبي سي غيكون باقيين يلاه في انقسام غير مباشر او في تعريف الطفره والحالي، يعني مازال كما وصلوا على تعبير الخبر الوراثي، وبالتالي الفرد التالي غيكون عندهم غير في تعبير الخبر الوراثي والانقسام غير مباشر. دابا كنهضر على اس بي تي كيدوزو ثلاثة ديال الفروض. إذا الفرد غيكون في شهر واحد، وغيكون فيه التوالد الجنسي والقوانين الإحصائية. إذا شرحت عليكم التعاريف زائد كيو سي آر زائد وطنيات، هادشي غير بالنسبة للانقسام الاختزالي، ما كنهضرش على القوانين، حتى القوانين غنخدم فيهم بزاف في الوطنيات. إذا كما قلت سيري ديجا كاينه في ليانيسكيبسي، خدمها والتصحيح حتى هو درتو فيديو بوحدو، إذا غتلقاه لتحت في ليانيسكيبسي وغتلقى السيري والتصحيح في الفيديو. نفس الحاجة بالنسبة للفرد المحروس، هذا الفرد المحروس اللي كنقترحو عليكم حتى هو كاين في ليانيسكيبسيون وكاين في الشاي يوتيوب عشان تعرفو على الزبد. إذا
وصوني بزاف ديال الفيديوهات بان الاستاذ خدمنا بزاف، خدمنا مزيان في الفرد الثاني وفي الفرد الاول جبنا 17 18. دونك الفرد الثالث كاوبجيكتيف شنو هو؟ 20. اذا بغيت نسمع 20 بزاف ديال 20 في الفرد الثالث، حيت غادي نوجدوا الفرد الثالث مزيان. واش متفقين؟ اذا خدم هادشي اللي كنقول لك وعاد شوف صحيح وكون متاكد بانك غادي تخدم مزيان في الفرد الثالث. وما تنساش تبارطاجي هاد الانفورماسيون هادي. علاش؟ اي واحد كتعرفو عنده البكالوريا او بكالوريا حره اس في تي او بي سي نورمال انترناسيونال، بارطاجي مع هاد الفيديوهات هادو حيت غيستافد منهم بزاف. ماشي غير هاد الفيديوهات، اي فيديو غيقدر يستافد منهم، سواء في العلوم سواء في الاس سواء في البي سي سواء في الرياضيات. اذا اي حاجه غتفيد شي تلميذ باسي لهم هاد الانفورماسيون هادي. اذا نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله اللي غيكون على القوانين الاحصائيه. والسلام عليكم.